بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أعزائي وحبايبي الغاليين، فيديو النهاردة إن شاء الله فيديو مهم جدا جدا، وهو بعنوان يعني ازاي اجهز المكان اللي هبدأ اعمل فيه مشروع تربية الدواجن او الطيور. يعني ازاي قبل ما انشئ المكان او وانا بنشئ المكان وانا بجهزه يكون لابد عندي شوية احتياطات اخدها في الاعتبار. الحاجة التانية، انا بنيت المكان خلاص وهبدأ اجهزه لاستقبال الفراخ عندي او البط او الرومي او الحمام، ايا كان المشروع، فلا بد ان انا طبعا وانا بجهز المكان ما يكونش المكان فيه اي فتحات تكون سبب في دخول الزواحف والقوارض. لابد ان يكون المكان محكم الغلق، ان بصيت للارضية ما يكونش الارضية بتاعته ترابية، فممكن يجي ثعلب مثلا من تحت من بره العنبر او المزرعه ويفحر ولا ايه دخل لي جوه، سواء كان مثلا واحنا في منطقه زراعيه او منطقه صحراويه ممكن يكون فيها ذئاب او ثعالب او حيوانات مفترسه او مثلا ضبع او اي شيء من ده. فطبعا لو الارضيه رمليه او الارضيه ترابيه ممكن بعض الحيوانات تبدأ تفحر وتدخل تحت، خصوصا لو سمعوا صوت الفراخ او البط او الكلام ده. يبقى انا لازم يكون الارضية عندي ارضية خرسانية، لازم يكون المكان محكم الغلق، ما يكونش فيه زي ما قلت حضراتكم فتحات او خرام حتى ممكن تدخل فار او بعض القوارض او الحشرات، ما تكونش بتدخل تهوية جامدة، لان انا ممكن اقفل المكان كويس لكن يكون في حتة فتحات صغيرة زي اللي احنا بنسميها شنيشة او شنايش، اللي هي مكان نص طوبة او ربع طوبة، فتبدأ تدخل تيار هواء، فممكن يبقى التدفئة بتاعتي كلها مش جايبة اي نتيجة. يبقى احنا بنقول احكام الغلق، وان يعني ااكد على ان مفيش لا فتحات او اخرام لا في الارضية من تحت ولا في السقف ولا في الجدران. بعد كده برضو بجهز وسيلة تهوية كويسة، اما ان انا اكون عامل طبعا عندي خلايا تبريد او مراوح او شفاطات، لازم الحاجات دي تكون موجودة ومأخوذة في الاعتبار من قبل ما ابدأ المشروع. لازم اكون مجهز مصدر تدفئة، سواء كانت دفايات كهرباء او دفايات غاز او زيت، سواء كانت بالاضاءة اللي هي اللمض العادية. لابد ان انا اكون يعني عامل حسابي، وخصوصا لو انا هبدأ الموضوع في شهور البرد او في الاوقات اللي هي بيكون الجو بيبرد بالليل، او لو انا عامل العنبر بتاعي في الطل، يعني في الهواء او في مكان صحراوي او في مكان زراعي، فبيكون طبعا معرض للصقيع بالليل. نفس الشيء مصدر الإضاءة لازم أكون موفره، بحيث لو أنا زي ما بقول برضو في مكان يعني بره الحدود العمار، فأنا مش ضامن ممكن الكهرباء تقطع، فلازم يكون عندي مصدر إضاءة جاهز. أما لو أنا مثلا عامل عنبر أو مثلا هربي في شقة عندي أو في أوضة أو غيره، بيبقى الموضوع سهل شوية. اتكلمنا عن الأرضية، قلنا إن الأرضية لازم تكون خرسانية بحيث يعني أضمن مفيش أي حاجة تتسلل للقطيع عندي من تحت الجدران، لأن طبعا المزارع يا جماعة والعنابر يعني ما بتبقاش مثلا معمول لها أساسات إن هي مفحورة جامد ومعمول لها قواعد وحديد وسملات، ده الموضوع بيبقى عمود خرسانة نايم أو معبرة أو زي ما بيسموها كده عتب، بيكون مصبوب على الأرض وبعد كده بيطلع منه الجدران عليه الجدران أو العواميد. فسهل أوي لو جه مثلا ثعلب أو ديب أو كلب وقعد أو ضبع أو أي حاجة قعد يفحر من تحته ممكن يدخل جوه المزرعة. أنا بتكلم في الأماكن اللي هي غير أهلة بالسكان.
بعد كده لازم اجهز العنبر كله من يعني تجهيز كويس في موضوع التطهير، بطهره واعقمه. التطهير طبعا ده اهم نقطة، عشان لو في اي ميكروب اي فيروس اي بكتيريا اي شيء يضر القطيع اللي هربيه، لابد ان انا اطهر. والتطهير طبعا احنا قلنا ممكن يكون بفورمالين، ممكن يكون بكلور، ممكن يكون بفنيك، بديتول، يعني في حاجات ب اتش 4، يعني محلول اتش 4، يعني في حاجات كتير جدا ممكن اطهر به. فلابد بس لابد ان انا طبعا لو انا مش يعني لو انا في مكان مش متمحر، فلازم برضو بكون حريص ان انا وانا بعفر او بطهر ادخل المادة اللي انا بطهر بها داخل ايه الاخرام او ما بين الطوب وبعضه. يعني انا اقصد ان انا ببالغ في التطهير بحيث اضمن ان ما يكونش في اي فيروسات في المكان. بعد كده انا بفرش طبقة جير، وليكن ارتفاع مثلا انا بعفر يعني 2 3 ملي بس، بعفر المكان كله خصوصا ارضية عشان اضمن برضه ان ما يكونش فيه اي حاجة لسه موجودة. بعد كده بفرش طبقة نشارة سميكة، يعني ما تقلش عن 5 سنتي، من 5 ل 10 سنتي، وعلى حسب الدورة. يعني في ناس بتفرش طبقة نشارة وليكن 10 سنتي 15 سنتي وما بتغيرهاش طول الدورة، وخصوصا في الفراخ البيضة بتبقى طول الدورة، او حتى مثلا فراخ ساسو هتقعد مثلا 60 يوم، فبيكون ايه بيسيبوها دورة واحدة. اما لو انا هغير النشارة كل ما تحتاج تغيير، فانا طبعا مش لازم احط 10 سنتي ولا 15، ولكن احط مثلا بتاع 5 سنتي نشارة، بس لابد انها تكون نشارة نظيفة وخشنة. النشارة الناعمة وخصوصا اللي هي البودرة بتكون غلط، لان الكتكوت خصوصا في العمر الصغير ممكن يقعد يحاول ينقر فيه، حتى لو هو كبير شوية الرومي مثلا او البط ممكن يقعد ياكل فيه فتدخل في مناخيره وتدخل في امعائه. فهي انسب حاجة وافضل حاجة النشارة الخشنة، وكمان خصوصا النشارة البيضة بتكون افضل من النشارة الحمراء، لان النشارة الحمراء بتطلع ريحة مجرد انها تتبلل تبدأ تعمل يعني ايه بتتفاعل وتعمل يعني امراض بكتيرية وفيروسية في المكان. جهزت الفرشة، بعد كده ببدأ او اشوف العلافات والسقاءات بتاعتي. طبعا لازم تكون مثلا حاجة نوعية كويسة، لان في بعض السقايات خصوصا السقايات اللي هي العادية مش الاوتوماتيك ممكن تكون الفتحات بتاعتها الاخرام بتاعتها مش مظبطة، فبالتالي ما تنزلش مية، فممكن انا لو غفلت عنها ممكن ايه تبقى مليانة مية ولكن ما بتطلعش في الطبق او في المحيط بتاع السقاية من بره، فالكتكوت عندي يعطش وممكن يموت. الحاجة التانية برضو ممكن تكون السقاية فيها خلل، فتبدأ تقعد تفرغ المية اللي جواها في الطبق، فتبقى كمية كبيرة وتبدأ تسيل على النشارة وتسبب لي البلل والرطوبة في النشارة او في الارضية، وتبوظ لي الفرشة كل شوية. نفس الشيء العلافات، لكن لازم برضو تكون مظبوطة. طبعا بهتم بقى في الفترة اثناء التربية، كل ما يزيد عمر الطائر عندي كل ما ايه ما برفع السقاية شوية وبرفع العلافة شوية. بعد كده برضو موضوع العلف، لابد ان انا اهتم بالشركة اللي انا هجيب منها، شركة الاعلاف. طبعا عندنا في مصر او في العالم عموما بقى في اكتر من شركة، يعني شركات كتير جدا 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 عندنا في مصر، شركات كتير جدا. فانا طبعا بكون مثلا لو انا شغال في مجال التربية حتى لو في البيت عندي او عندي فكرة، فبكون محدد طبعا انسب او افضل شركة ان انا ممكن اتعامل معاها. لو انا ما عنديش فكرة فممكن بحاول اسأل اهل الخبرة والناس اللي عندها ايه دراية وضمير في الموضوع، بحيث يدلوني ان انسب او افضل نوع علف او عليقة يعني شركة كذا، فابدأ اتعامل معها. فاحنا بنتكلم مصدر العلف لابد ان هو يكون مصدر مضمون وموثوق فيه، لان طبعا العلف ممكن يكون ناقص منه اضافات مثلا معينة، فاخد كل التجهيزات بتاعتي وكل الاحتياطات، ومع ذلك الفرخ عندي اما ان يموت يا اما ما يكبرش يا اما ما يديليش
خلال دورة التسمين ما يدريش الأوزان المطلوبة. فالعلف مهم جدا جدا جدا. بعد كده مصدر الكتكوت نفسه، أنا هشتغل في الرومي، أنا هشتغل في البط، أنا هشتغل في الفراخ البيضة، أيا كان نوع الكتكوت اللي هشتغل فيه لابد يكون مصدر الكتكوت نفسه مصدر موثوق منه وشركة لها اسمها، شركة حد جربها. أنا مثلا لو شغال برضه على قدي أكون جربته، لو أنا شغال برضه هسأل أهل الخبرة وأهل الثقة والضمير إن هم يرشحوا لي شركة أبدأ أشتغل معاها، لحد مثلا لو الحمد لله ما ظهرش أي مشاكل أدينا مستمر معاهم. يكون أهم حاجة نوعية ومصدر الكتكوت. نفس الشيء يا جماعة برضو التحصين، الشركة اللي هتعامل معاها في الأدوية، الشركة اللي هتعامل معاها في الأدوية لابد ان طبعا لو شفنا اي صيدليه بيطريه حاولت مثلا اروح اسال على نوع فيتامينات مثلا او نوع املاح او نوع كالسيوم، هنبدل حضراتكم مثال، فبلاقي 50 صنف و50 شركه برضو يكون حد، والاسعار متفاوته جدا. انا ممكن الاقي كيلو فيتامينات مثلا ب35 جنيه، وفي كيلو مثلا ب400 جنيه او ب500 جنيه، مش هسترخص، وفي نفس الوقت مش شرط ان هو عشان غالي يكون كويس. لا، احنا بنتكلم اهل الخبرة اللي هم في المجال بيبقوا فاهمين وعارفين ان النوع ده هو الانسب، هو الافضل، هو الاحسن. ممكن يكون جاب الغالي وما مشاش معاه، يعني يكون ما بيتناسبش مع الكتكوت اللي عندنا. فبسأل برضو حد يكون يرشح لي شركة، اسم شركة يعني، بحيث لما اروح عند الدكتور البيطري اقول له انا عايز مثلا فيتامينات كذا بتاعت الشركة الفلانية، ابقى انا فاهم وعارف انا هجيب انهي نوع، بحيث ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش مضروب ولا وحش. ده كانت التجهيزات اللي لابد ان اكون حاططها في الاعتبار قبل ما ابدأ اي مشروع. ان شاء الله يعني بتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتم. ان شاء الله هنزل فيديوهات تباع ان شاء الله، كمان فيديو عن الاسعار الدواجن والطيور عموما في السوق المصري، وهل هيكون في استقرار السوق المصري، هيشهد استقرار في الاسعار الايام الجاية ولا هيبقى فيه تضارب، لان طبعا في تطورات في السوق هتحصل الفترة الجاية دي. فان شاء الله يا ريت حضراتكم تتابعونا، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم كل جديد. ما تنسوش تعملوا اشتراك طبعا في القناة، وتعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو عشان ناس كتير تستفاد. بتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.